نشكر قناه الموصليه لتوصيل اصواتنا الى اعلى المسؤولين فنحن الان في احد حقول مزارع الحنطه في منطقه القبه. فالفلاحين طبعا يعانون من عده معانات اولها اولا احنا ما عندنا خطه زراعيه يعني المنطقه احنا منها نراجع الزراعه النينوى فمنطقتنا يطالبون سندات واحنا كل اراضي مالتنا ايجارات فيطالبون سندات يطالبون تعقيدات فماذا ينطونا خطه زراعيه فمن ما ينطونا خطه زراعيه فالفلاح يعاني مثلا ما يستلم كيماوي ما يستلم بذور ما يستلم غاز هاي الحصص كلها ما نستلمها ودا تشوفون ده تلاحظون هسه حاليا الحنطه ما شاء الله درجه اولى فالحنطه مال الفلاح يعني اكتفاء ذاتي فهو اللي يقدم اللي يقدم فواصلين الى هذا الدرجه واحنا رغم هذا نطالب الفلاحين بالتسليم الى الدوله نطالب الفلاحين والدوله يعني في كل الاحوال احنا بحاجه الى الدوله والدوله دولتنا فنطالب الفلاحين بالتسليم الحنطه الى الدوله وعن طريق جمعيه الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه في محافظه طالب الفلاحين من تسليم الدوله؟ ليش ما الدوله تسوي خطه للاستلام؟ والله هم احنا ليش مثلا نطالب؟ احنا عسى ولعل مثلا الدوله يفيدنا، احنا فلاحين مستمرين مثلا فلاحتنا، احنا ما نقدر نترك الفلاحه. هاي احنا مثلا اب ابا وجدا مثلا احنا على هذا الحاله. نعم الدوله يستلم. استلام فقط يستلم يعني هسه حاليا مجهزين كتب للاستلام فاحنا ان شاء الله راح نسلم للدوله بس رغم رغم مثلا الفلاحين نعم احنا نطالب الفلاحين بالتسليم رغم هذا مثلا الفلاحين مثلا يحتاج لهم دعم الدوله لازم يدعم هذول مثلا بالبذور يدعم هذول بالغاز يدعم هذول بالكيمياوي والله احنا فلاحين متعددين يعني متكاملين نزرع البطاطا بعد البطاطا نزرع على محصول الحنطه والشعير ونزرع ايضا المحاصيل الخضريه كافه. الورقيات. الو... كافه انواع الخضريات. يعني هسه حاليا شنو الموجود في هاي المزرعه الكبيره؟ موجود البطاطا، موجود الفلفل والباذنجان والسلق والخيار موجود والقرع. زين اكو دعم من الجهات المعنيه؟ الدولة؟ اي دعم ما عندنا من اي جهه حكوميه. اي دعم ما عدنا المعاناه الاكبر بيش تعانون من عدم اقناع الماء والحصول على ماده الغاز أو غير شيء بدايه نعاني من غلاء البذور ثاني شيء غلاء الاسمده وثالث شيء غلاء الوحده وحده الكهرباء الزراعيه لان الفلاح ما مدعوم يا اخي يا حكومه ادعميه بالكهرباء ادعمونا بتسعيره الكهرباء وثاني شيء أي قروض ماكو للفلاحين ماكو. زراعية. قروض زراعية ميسرة ماكو أي قروض ماكو الفلاح كله تمويل ذاتي ومن جيبه وإحنا نجهز محافظات العراق كافة في موسم الحصاد نجهز بغداد نجهز النجف نجهز العمارة نجهز الكركوك نجهز كل المناطق اللي تحتاج إلى محصول البطاطا ويوجد عندنا حوالي تقريبا 20 مخزن تبريد بالمنطقه. نقدر يعني نديم الاسواق لمده ثلاث اربع اشهر كل موسم، يعني حوالي ثمانية اشهر بالسنه نحن نقدر نديم الاسواق بالبطاطا. بالمحاصيل الموجوده عندنا. اللي تقدرون لوزاره الزراعه. يعني نحن اللي اللي طالبوا الفلاحين القبلي هم بالاسمده، وحاليا انا طالب استقرار السوق. احنا نزرع السوق بشكل ومن نحصد السوق بشكل. يعني نحن عم ننظر من هذا موضوع فتح الحدود فتح الاستيراد يعني بوقت الحصاد احنا نحصد يبدا السوق يهبط مثلا البصل زرعنا البصل الكيلو ب2000 دينار لما نريد نحصد البصل هسه حاليا البصل الكيلو ب200 دينار البطاطا نفس الشيء قبل شهر ب700 800 هسه راح نحصد احنا بعد كم يوم البطاطا ب400 300 واحتمال تنزل اكثر طالبون بدعم المنتوج المحلي بالضبط المنتوج المحلي اذا الدوله ما تدعمه بصراحه زراعه البطاطا وغير المنتجات كلها راح تنهار